الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآخر تكونني وألا نيغنى سبحانه وتعالى ألا غنى سبتي دولا غرسرين كيدو خاكم تكهما توندا. أحبتي في الله أوجكني دو كمين بدي سنياي لنكي بإذن الله تعالى أوجرندنا حديث كرغندي عن أبي هريرة نهديث لغبك أبي هريرة مخا رضي الله عنه ألغ لغبك أبي هريرة مخا أن رسول الله الله خيفاري صلى الله عليه وسلم الله غن خيفاري تلانتيغا جما كلمونتن الله غن خيفاري كسي قال خيفاري عليه الصلاة والسلام إن الله أتي حقيقة الله سبحانه وتعالى يغار الله ومن الله وسوخ وغيرة الله الله سبحانه وتعالى أسوخي أن يأتي المؤمن مؤمنين التي ما فن فوكي بحرم الله الله غركم فرام. متفق عليه بخاري ومسلم يمخجم حديث كي. إذن أبي هريرة رضي الله عنه أتي ننت الله خيفاري عليه الصلاة والسلام أتي أدن الله وسوخن الله سوخن مني أن مؤمنين اللي تفن فوك بالله سبحانه وتعالى أقدمني أقدر كمبو حرام أنكم. إخواني، وننتي الله سبحانه وتعالى أنت من لا إكو مسيري أنغاليني بما نقول لكو بنا قدما نقل كمبرا مؤنكما جانقا كومنغا ناني أنغال كيتو أنك مؤمن سيري أنت ننتي أنك من الله سبحانه وتعالى أوسوخ نندي أنتم لا أنغاليني تقول بري إذن أنن قوانت أنن شخم الله سبحانه وتعالى إمام بانا غناني دنگراي أنغا دنگرا بسيري سنتان تكين دنگراي ديرو خطو أنن كانوا الله يا أنن ياغو الله سبحانه وتعالى. إخواني، وانا تننتي الله سبحانه وتعالى أسوخ النهاية هو كيبا خولنغا نموصري. ولذا سعد بن عبادة كين فارس صحابة كلمون تنياي كواتن يغاتي لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالصيف غير مصفه. كسعد بن عبادة أتي إيكي غنا يغو وري يغو كيدي يقنغ دومي أتي ويغو كي كتت بمعنى كاهيا بالصيف أتي وكتت كاهيا غير مصفح بمعنى إنت كتت من آغن كاها كي كارا بل ديغامي كيما ننماني آني إيوا كمان كتت كاها كي نغلين ياي. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دمن كبك الدقامي قاكني خيفارن عليه الصلاة والسلام
فقال خفال انت عليه الصلاة والسلام تعجبون من غيرة سعد اتخوكا وفيني جل سعد سوخنا بما انا يالو حكم مكة وفي ابا جل سعد سوخنا لا شك ان تجاب الدنيا من اغني نعم اذا فعلنت والله اتنكنت الله لا انا اغير منه اتنك خيفار عليه الصلاة والسلام اتنك ان تشوخنو بما انا ننقط من ننقط سعديا والله واتي الله سبحانه وتعالى اغير مني الله خان تشوخن ننقط من ننقط كي اذا اخواني وانا تننت الله سبحانه وتعالى أسوخن هواي هو كيف من بمعنى أخو لنغني إذن كين مخنكوتو كي أسبت تنياني الله دنغ سبحانه وتعالى ولكن أنا تننتي الله سوخن أن تخوي تغيهون انتوخن بل الله سوخن أنا أغن قراء أنا أغن كلمون تا أنا تننتي الله سبحانه وتعالى مخنكوتو نيودا مخنكوتو نكوبيني تمان تنغني kubini da kallan ka hunga tella dome on ta kun kawancan nan ka hun gelli ta ge honin makan kutoninga idan al muhim ikhwani wa natinanta allah subhanahu wa ta'ala alla wasukhini anta munda iko menga kome kebe gani mumini anganya na mana anganya na garantei الله سبحانه وتعالى أوصوخني ألا تمند إكو مكيبغ نمومني أنغا نانا من أنغا نانا بمانا كراميرين كراميرين من آني كيبغ صرون اللمي إذن الله سبحانه وتعالى ألا تمني ألا تكمل كم خاني الله سبحانه وتعالى أوصوخني أنت من لها إكو من مومنين أنغا نانا مخانش هندانا janka kome angananyi golle burande wakati soyi annan kawanta annan cimmedo ke hadis na koy nanti a anken ko nan pay golle bure nya kama aha allah subhanahu wa ta'ala golle bure kenta lingada allah subhanahu wa ta'ala wasukhni ikome kebe gani mu'mini allan tamle ikome mu'mini galinti honga fo kebe gare kem paramu akamma إخواني كم خخاني ولكن أنت الله سبحانه وتعالى ألا وسوخني إكم إن أكم كيف غني مؤمني أنت من ذا إكم مؤمنين غني أنا من أغني أنا دندري كم خخاني الله سبحانه وتعالى أو سوخني مؤمنين ألا أنت من ذا إكم كيف غني مؤمني أغني أنا سر كيف أكا وانتي دوي idan ikhwani kusuni jikuburai jikuburu kubeni sere sugani silami sire angan kawanta anna Allah tubakki ikhwani kam mukhana wana tinanta Allah subhanahu wa ta'ala wasukhini idan allan tamun la iko men qa anganya na mana agani dukoyinte anken ni mu'minin yayi anga gollubeni dabane dirhotinya Allah da subhanahu wa ta'ala ولكن انت اخونا نياغي انغانا نياغا غولو نبارن كودا انان كونيا كودو سورون نانا وري كودو سورون نانا دغالا خامي وناتي هيدان كيتا ورني كيني بما انا كومو بورا خونتا غومان تشنياي اما كومو سيرا خونتا غومان تشني ماني اني كيبيغا غولن دبارني اناني ادانيا منا دانيا الله بانا دان سبحانه وتعالى إذن كم خخان إخوان وناتن أنت الله سبحانه وتعالى وصوخني إذن أنكم كم بخاغن مؤمنين أدرخت أن الله تبك جيني ورن أغناني أنغتن أنت الله سبحانه وتعالى جيني على حرام إذن الله سبحانه وتعالى وصوخني كم أكم مؤمنين كان تم نغت اللي جيني أنن قانت أنن تمدك حديث annan dir khoto en labari annan dula to ndi bakkamani jukkuburu mohammasuy idan ikhwani o Allah nyaga na subhanahu wa ta'ala Allah ganin keda khakun chunya ko makubeni o gaterena Allah lingunyai o godu tangana bakka fofon dambinne Allah subhanahu wa ta'ala goro ka bakka kenga wa subhanakallahumma bihamdik
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.